ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على موضوع مختلف شويه، افضل الوظائف للابراج ايه. من البدايه تعالوا نتكلم على برج الحمل. افضل الوظائف لاصحاب برج الحمل ايه؟ مبدئيا اصحاب برج الحمل بيحبوا الشغل الحر، العمل الحر، اللي هم ما يبقاش في حاجه حد يكون يامرهم يقول لهم لا ايه المفروض اللي يتعمل او ما يتعملش، انتوا غلط، انتوا هيبقى عندكم خصم في المرتب. احنا الشغل اللي هو يبقى مربوط بوقت، انت تيجي الساعة كذا تمشي الساعة كذا، واسلوب يكون حازم او جامد جدا. بالنسبة لهم ده حاجة بتعصبهم، بتخليهم ما يكملوش في الشغل وقت كبير جدا الا لما يكونوا محتاجين الفلوس او الراتب اللي هيجي منه. لكن عامة هم من النوع اللي ما بيحبوش حد يتحكم فيهم. هم لو في وظيفة، هم في وظيفة وعندهم مدير او ناس اللي هو الاكبر منهم يعني، او اللي هم مرؤوسين بالنسبه لهم، او اللي هم الرؤساء بتوع العمل، كويسين معاهم، حنينين، بيتعاملوا باسلوب لطيف، ده بالنسبه لهم بيبقى شيء سعيد جدا، فيبدا ان هم يكملوا في الوظيفه. لكن الاسلوب الجامد والصعب شويه ده لا، هم ما بيحبوش ده تماما. هم بيحبوا اساسا يكون شغلهم مية مية، يعني ما يكونش عندهم نقص في شغلهم. لكن الاسلوب الخشن او الصعب ده بيخليهم غصب عنهم ياثروا في شغلهم، لان هم بيبقوا متنرفزين وعصبيين جدا، فيبدا ان هم يقولوا مش عاملين الشغل ده، نمشي من الشغل ده. فاقوياء جدا، هم برج الحمل ناري يعني، واول برج ناري، فبيبقى صعب جدا في التعامل معاه ان حد يأمره. الوظائف اللي هو بيحبوها جدا الوظائف الرياضيه، اللي هو يبقى عنده مشروع خاص، سواء كان مشروع خاص صاله جيم، موضوع نادي، حاجه مسؤول في نادي رياضي، هو بيتمرن حد، اي حاجة بتخص الرياضة عامة يعني، هو سواء كمان كان لاعب ايا كان، فهم بيحبوا ده جدا جدا، اي حاجة تخص الرياضة. تاني حاجة بيحبوا يكونوا مسؤولين ماليين في شركات، يعني يكون هو المسؤول المالي، بيحسوا ان هم مسؤولين بقى وهم اللي معاهم الفلوس، فبيبقى حاجة بالنسبة لهم سلطة، حاجة قوية، فبالنسبة لهم بتبقى حاجة حلوة جدا، بيحبوا قوي الوظائف اللي هي من النوع ده. اساسا بيحبوا الوظائف اللي فيها السلطه، يعني تلاقي دايما اصحاب برج الحمل لو هم في وظيفه فدايما بيسعوا ويبقوا عندهم جهد رهيب عشان يوصلوا لترقيات، فيوصلوا ان هم يبقوا ماسكين مركز، يبقوا مركزهم عالي وعندهم سلطه، ده بيفرق معاهم كتير، بيحبوا النوع ده من العمل. كمان بيحبوا الحاجات اللي تخص الميديا، تسويق، دعاية وإعلان، أي حاجة تخص الميديا، هما بيعشقوا جدا الشغل ده، بالنسبة لهم حاجة حلوة جدا جدا. كمان بيحبوا الوظائف اللي فيها مسابقات، يعني فيها يكون الشركة دي بتعمل مسابقات وبتعمل حفلات، بتعمل حاجة كده زي روح المنافسة، يعني تعمل روح منافسة ما بينهم وما بين زمايلهم في العمل، بيبدأ ان هو يحب جدا النوع ده، بيحب جدا ان هو يعمل مسابقة وان هو اللي ينجح في الاخر ويدوس على نفسه ويعمل مجهود كبير عشان يوصل ان هو اللي يكسب المسابقة دي، فدي بالنسبة لهم بتبقى ممتعة جدا، يعني حتى لو الوظيفة او نوع الوظيفة نفسها ما بيحبوهاش، لكن الشغل نفسه والنظام بتاعهم ان في وظيفه وفي في قصدي مسابقه، حفلات، روح منافسه، الحاجات دي كلها، ده نوع من الانواع اللي بتخليهم يحبوا الشغل تماما. كمان بقى بيحبوا الشغل لو اصدقائهم في العمل كويسين معاهم ومديرينهم في العمل كويسين معاهم، في اسلوب حلو، الوظيفه دي الدنيا حلوه، بيروح الشغل ده والوظيفه دي بيحس ان هو رايح وسط اصدقائه واهله، فبالنسبه له هو بيحب الشغل حتى لو الوظيفه نفسها تقيله عليه، فبيكمل برضو الشغل. يعني عامه نقدر نقول ان برج الحمل بيحب الشغل اللي محدش يتحكم فيه، او ان الناس تتعامل معاه باسلوب كويس، يعني هو عايز الناس تتعامل معاه باسلوب كويس، وقتها هو يحب الشغل جدا ويبقى يبذل جهد كبير جدا. بعد كده بيحب بقى الوظائف الحره، اللي هو يبقى هو اللي مسؤول ويقدر يكبر نفسه بنفسه، ما يكونش هو تحت رحمه حد ياخد ترقيه او يستنى الترقيات والكلام ده. ده ببساطه اصحاب برج الحمل في الوظائف الافضل الوظائف بالنسبه لهم، وافضل الوظائف اللي بينجحوا فيها هي الوظائف الحره، يعني اللي هو الوظيفه اللي في شركات والكلام ده النجاح فيها نسبته بتبقى بسيطه، لكن النجاح الوظيفه الحره او المشروع الحر الخاص بالنسبه لاصحاب برج الحمل ده اللي بينجحوا فيه بسهوله. عامه ده كان موضوع النهارده اللي هو افضل الوظائف لاصحاب برج الحمل، بتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.